السلام عليك جميعا. طبعا شرف كبير ان انا بقى يعني مع حضراتكم. انا لسه بقول للدكتور، وانا احنا من اصحاب البيت يعني، دكتور ايهاب عزيز علينا، دكتور احمد طبعا الكارديولوجي، بتتكلم كارديولوجي وخلاص، ما الدايبيتس بقى كله كارديولوجي او العكس يعني. انتوا خدتوا الدايبيتس، حتى الترايلز بتاعت الدايبيتس بتتقال عندكم في الامريكان هارت قبل ما تتقال في الدايبيتس. نعم. ربنا قوي. طبعا this morning هناخد shortly، طبعا زي ما الاستاذ ايهاب قال، كل سنه وانتم طيبين. احنا المشارف في الشهر الكريم، شهر الصيام المبارك، طبعا ده مهم يعني لنا كلنا. فالريسك سيرتيفيكيشن دي مهمه، مفيش حاجه في الدنيا ما فيهاش ريسك، لكن المهم ان الواحد ازاي باي باس الريسك. ازاي انا يمكن هو انت قلت كلمه فاست اور نوت تو فاست، انا هغيرها خليها سيفر فاستنج بس. ليه؟ لان معظم الناس بيصروا ان هم يفاست، ما انت ما تقدرش تقول لهم، ما تقدرش، وانا عمري ما اقول لحد، بس ايه، بنخلي سيفر از ماتش از وي كان، ونقول له امتى يبطل. طبعا دي معلومه لا تخفي حضراتكم، في الاي دي اف 24% اوف ذا جلوبال بوبيليشن ار مسلمز الحمد لله. And لو حسبنا الافريج 10% بتاعتهم، يبقى عندنا اوفر 150 مليون مسلم with type 2 diabetes. طبعا الاكثريه يعني تايب 1 قليلين جدا. الفاستنج زي ما قلنا is important part of the religion، لكن ما فيش حاجه من غير ريسك. طبعا لا يخفى حضراتكم الجدول الرباعي ده اللي شفتوه يمكن كتير، بس دايما واحد لازم يفتكره. الهايبوغلاسيميا اما العيان يوصل للسكر لازم 70، وطبعا دي حاجه نسبيه ان احنا يكون 70. كلكم لا يخفى عليكم ان ممكن واحد يجي له عنده 100 وبالنسبه له تبقى نفس السيمتومز اوف هايبوغلاسيميا على 100 او 120، خصوصا لو في رابيد ديجراديشن، فدي نقطه مهمه. طبعا الفوق 300 دي فيري هاي ريسك، وعاده الهايبو او الهايبر بيبقى نتيجه ان ما فيش كوردينيشن بين الدايت وبين نوع الميديكيشن، وده اللي احنا هنستمتع بعد كده دكتور صلاح ودكتور اسلام على ال هاو تو موديفاي الانسولين، هاو تو موديفاي الاورال انتي بايوتكس انتي دايابيتيك. الكيتو اسيدوزيس طبعا دي نقطه مهمه، والدي هايدريشن. طبعا الدي هايدريشن احنا كان الحمد لله المره دي احنا في الشتاء، فال هيبقى اقل، لكن في ايام الصيف وفي البلاد طبعا الحر اللي هي لونج بيريود، لكن الحمد لله احنا في مصر ما عندناش لونج بيريود، فبالتالي باذن الله دي هيدريشن بتبقى قليله. برضو السلايد دي مهمه، انا دايما بقولها ان انت احنا كفيزيشن دورنا ان احنا دو نوت هارم ذا بيشنت. اهم حاجه احنا لما ندي شهاده الدكتوراه على ام ار سي بي او اي حاجه، اهم حاجه ان هو يطلع دو نوت هارم ذا بيشنت. احنا ما نقدرش ان احنا ناذي، طبعا مفيش حد هيأذي عن بيربز، لكن احنا وي تراي تو هاف في نفس الوقت ريسبكت ذا بيشنت اوتونومي. في الشهر الكريم الصيام، وده نقطه مهمه جدا. اند دو نوت هارم يعني انت تمسك العصايه من النص. هنتكلم على what is known, what is new, what is missing in this area. What is known طبعا ان في different factors هتعمل classification، زي ما احنا نقول امتى العين ده تقول high risk وانترميديت ولو، في different factors هنقولها. الفيزيشنز دي بقى variability، كل واحد فيزيشن بيفكر بطريقه ثانيه. فبيحاول بقى الهيئات كلها، واحنا هنا هنستدل بالدار اللي هي دابيس ان رمضان، ودي جايد لاينز حطت تحت الاي دي اف، واشترك فيها اساتذه كتير من عندنا من جمهوريه مصر العربيه، اساتذه اجلاء يعني، وشاركوا، غير طبعا الاكسبرت من كل البلاد المسلمه في السوق العربيه او غير العربيه اول اوفر يعني. فبالتالي الفيزيشن محتاج شويه جايد عشان الاستراتيفيكيشن هنتكلم عنها. اهم حاجه ان ايه، ان الماني هاي ريسك بيشنت اسيست فاستنج، وهنا لازم يعني انت دورك ان انت تحاول تقلل الدامج از ماتش از يو كان. النيو ان احنا دلوقتي الريسك كالكوليتر اللي هم الدار حاطينه، صحيح الريسك كالكوليتر دي لو ما سمعتها من ديفرنت، في ناس معترضه عليه، ممكن سمعته ان
بعض الناس عندنا حتى مصر يقول لك الريسك كده مش اكوريت، ما فيش حاجه في الدنيا هتبقى اكوريت. حتى اي جايد لاينز بتتحط في العالم كله على اي حاجه متغيره، كارديولوجي اندوكرينولوجي دايبيس متغيره، انت اهم حاجه صالح للبيشنت. فاحنا الريسك كالكوليتر هنتكلم عنه. وات از ميسنج طبعا في المستقبل ان انت تعمل مور ريسيرش للديفرنت ريسك فاكتورز في رمضان، مور ريسيرش على كواليتي اوف لايف، وان الناس كلها بتتكلم كواليتي اوف لايف، ازاي تيمبلمنت الريسك كالكوليتر اللي احنا الدار قالته، والبروسبكتيف ترايلز على الهايبوجلايسيميا. طبعا في ترايلز كتير اتعملت في دايبيس ان رمضان، اولوف مش بس في مصر، اول اوفر ذا وورلد، بس يعني يمكن عدد قليل، لكن لما يكون ميجا ترايل يبقى افضل. لكن وي شود ريمبر ذات كل الداتا اللي هنقولها دلوقتي كلها اكسبرت اوبينيون، يعني ناس قعدوا وحطوا طبعا بناء على داتا، لكن اكسبرت اوبينيون ده واحد برضو يهتم بيها. برضو افويد ذا يوز اوف كونترا انديكيشن، يعني كلمه كونترا انديكيت ممنوع، ممنوع، ما فيش حاجه اسمها تقول للعيان ممنوع، ممنوع تاكل، ممنوع تعمل، لا ما فيش حاجه اسمها ممنوع. انت يو ار هيلبينج ذا بيشنت. حتى هم غيروا الكومبلاينس لاديرنس. كومبلاينس يعني انت لازم تسمع كلامي وتبطل وتعمل، لا اديرنس ان انت بتقول له نصيحه وهو ياخد قراره. فبالتالي احنا زي ما كنا working with a patient على الفاستنج، ان انت you should provide fasting as safe as possible، ودي النقطة المهمة بتاعتنا اللي احنا بنركز عليها. الفاكتورز اللي في المريض اللي بتغير الريسك، طبعا كلكم عارفين type of diabetes type 1 ولا type 2 ولا whichever اي type، duration of diabetes، presence of complication، النوع الانتي ديابيتيك ثيرابي، الكنترول بريفيوس كنترول او بريفيوس هايبوجلاسيميا، او الحاجه المهمه بقى اللي هي هايبوجلاسيميا ان اويرنس. يعني دي نقطه مهمه، لان خصوصا في التايب 1 ممكن يجي له هايبوجلاسيميا في وسط الصيام ما يحسش بيها، فبالتالي انت بتدفعه ان هي يقيس السكر كتير زي ما هنتكلم بعد كده. طبعا زي ما قلت لحضراتكم احنا معظم الداتا اللي انا هقولها دي جايه من الدار، ودي منشوره وكلكم بتهيألي قريتوها واكسسبل، يعني واخدين منها داتا كويسه. طبعا دي مش من بعيد شويه، لكن دي ريسك سيرتيفيكيشن هم حطوا على بالظبط هنا 12 بوينتس، وكل بوينت ادوها سكور. حاولوا يسهلوا الامور، يعني حاطين اول واحده اللي هي الدايبيتس تايب والديوريشن، تاني ايتم اللي هي بريزنس اوف هايبوجلايسيميا، تالت ايتم جلايسيميك كنترول، بعد كده سيلف مونيتورنج، بعد كده الاكيوت كومبليكيشنز، الكرونيك كومبليكيشنز، بريجننسي، الكوجنيتيف فانكشنال فرايلتي، الفيزيكال اكتيفيتي، والبريفيوس رمضان اكسبيرينس، والفاستنج اورز حسب اللوكيشن، والديابيتس تريتمنت. هم 12 بوينتس كل واحده مدينهم سكور، وفي الاخر قال لك لو السكور لا يتعدى الثلاثه ده لو ريسك، يعني اولموست سيف، والاصفر اللي هو من 3.5 ل 6 وفوق ال 6 ده هاي ريسك. طبعا الكالكوليتر دي لكن احنا كفيزيشن مش شرط تمشي 100%، دي يعني حاجه تساعد بالذات اللي هو الناس الغير متخصصين، لان انت كدايبيتولوجيست او اندوكرينولوجيست مش هتشوف كل العيانين. عندنا في مصر احنا كام 15%، يعني فوق ال 15 مليون، انت عندك 15 مليون دايبيتولوجيست ولا اول واندوكرينولوجيست، لا. فلازم البرايمري كير فيزيشن، احنا وظيفتنا، انتوا يمكن معظمكم متخصص، وظيفتنا ان احنا البرايمري كير فيزيشن نوصل له ال المسج. وده بشكر اللي لسه بنتكلم مع الدكتور ايهاب الصبح، ان احنا وظيفه الجامعات كلها والجامعيات ان هي تيدوكيت حتى البرايمري كير فيزيشن بالذات في الحتت اللي بعيده اللي ما فيهاش اكسس، وتساعده بدل ما يدي يعني نصيحه بالذات الصيام في الشهر الكريم، تبقى نصيحه صح باذن الله. طبعا زي ما هم قالوا في زي ما قلنا من اقل من ثلاثه يبقى سيف، you can fast، بس طبعا ممكن نعمل modification حتى في الكاتيجوري دي زي ما هنسمع بعد كده في الاورال والانسولين، واذا كان في فوت او كارديو فاسكولار. الاصفر اللي هي قلنا من 3.5 لغايه 6، واللي هي انسيف الفاستنج بروبلي انسيف، وهنا انسيف انت بتقول للعيان اتس انسيف، لكن كتير قوي من العيانين
بيصوم. لكن انت لازم تشرح له، خصوصا لو في رينال بروبلم انت لازم تشرح له ان الديهايدريشن ممكن تعمل ايه في رينال بروبلم، الريسك اوف هايبوجلايسيميا، انت تشرح له. لكن ذا بيشنت ويل ديسايد فور ذس. هنا الدار حطت الكلاسيفيكيشن دي واللي هم الكاتيجوري اللي فيري هاي ريسك بالاحمر، نقول لهم بسرعه العيان جاله سيفير هايبوجلايسيميا او دي كي اي او هايبرزمولر كوما في الثلاث اشهر اللي فاضلين. طبعا دي يعتبر فيري هاي ريسك، بلاش كونترا انديكيشن، زي ما تكون بنتفق ان احنا ما نقولش كونترا انديكيشن، لان انا عيان تقول له ما فيش كونترا انديكيتد، لا تقول له از هاي ريسك. الهيستوري اوف ريكرنت هايبوجلايسيميا، بالذات هايبوجلايسيميا اويرنس، دي الخط الثاني. بولي كنترول تايب 1 طبعا دي يعتبر هاي ريسك. اكيوت انس بريجنسي، في واحد اوريدي عنده دايابيتس او عنده جيشن دايابيتس، بالذات لو هو بياخد دراجز زي الانسولين او طبعا او بريفيوس سلفونيلوريا. عندنا سلفونيلوريا في مصر في البريجنسي ما بنستعملهاش. الكرونيك دياليسيس بيشنت 4 اند 5 طبعا دي هاي ريسك. الادفانس مايكروفاسكولار كومبليكيشن، مايكارديا انفاركشن، جانجرين، بريفر ارتيريال ديزيز، والاولد ايج، وات ايفر بقى اولد ايج وذ ايل هيلث. يعني هما هنا حطوا الايل هيلث، ان مش كل اولد ايج ايل هيلث، يعني في ناس سنهم 50 سنه وفيري باد هيلث، ناس عندهم 80 سنه وما شاء الله مينتينينج جود منتال اند فيزيكال هيلث. الكاتيجوري اللي في النص اللي هي كاتيجوري 2، هنا بقى تايب 2 دايابيتس والسستيند بور جلايسيميك كنترول. في الاول ما كانش محطوط ويل كنترول تايب 1، يعني تايب 1 ممكن يصوم، يجي عنده قال لك تايب 1 ويل كنترول، ممكن ممكن تدي له الاورنج لايت مع التعديلات. الويل كنترول تايب 2 على الانسولين برضه، لان على الاورال هتتحط الخضراء. البريجننسي احنا كنا حاطين هناك اللي هم كانوا بياخدوا دراجز محطوطه في الاحمر، لكن هنا الاورنج الماشين على الدايت او اوريدي بريفيسلي ميتفورمين. طبعا ميتفورمين البريجننسي دي عليها كلام كبير، في ناس بتستعمله في ناس لا، انا شخصيا ما بستعملوش. سي كي دي ستيج 3 التانيين كان بقى الاربعه والخمسه لا دي احمر، الضوء الاورنج ده اللي هي ستيج 3 ماكروفاسكولار بس ستيبل، واحد عنده ام اي ام اي وستيبل بريفر ديزيز، ما فيش نيو سيمبتومز، ما فيش اسكيميك بينز، يعني تعتبر ستيبل. عنده اي اذر كوموربيديتيز ابارت فروم ذا ماكروفاسكولار كومبليكيشن. طبعا الناس اللي بيعملوا هيفي اكسرسايز او شغلتهم، يعني في ناس العمال بيشيلوا بيحطوا بيبقى هيفي اكسرسايز، ده لازم تخلي باله عشان الريسك اوف هايبوجلايسيميا وديهايدريشن، لازم تشرح له كويس قوي. الاخضر زي ما قلنا تايب 2 دايابيتس وماشي على الدايت او بياخد حاجه من الاورال ميتفورمين او الاكربوز اللي هو مش موجود بس في انذر موليكيول موجود عندنا في مصر هنا. والتي زي ديز السكند جينيريشن سلفونيلوريا، الانكريتين بيس ثيرابي والاي جي دي 2 والبيزل انسولين. هنا دي 3، لكن واحد بياخد بيزل ومعه مثلا شورت اكتنج او بيزل بولس، لا تتحط في الكاتيجوري اللي قبل كده. فدي الثلاثه كيه اللي انت بتحطهم ان ذا باك اوف مايند وانت كفيزيشن بتتابع العيان. عيان خلي بالكو مش ستاتيك، عيان ممكن دايناميك، يعني ممكن النهارده يبقى حاجه بعد كده حاجه، ممكن في وسط الصيام يتغير. من انت تدي له ادفايس ان انت يو كان ستوب. فبالتالي الادوكيشن اند ادوكيشن از فيري امبورتنت prior to رمضان and in رمضان، prior to رمضان and in رمضان مهم قوي. prior education لنا اللي احنا بنعمله لبعضينا دلوقتي، وادوكيشن بعد كده للبيشنت. patient طبعا ازاي يتشيك البلد جلوكوز وامتى زي ما هنتكلم، الادجستد دوز زي مساعده الطبيب، امتى يوقف الصيام حتى يوقفه خالص مثلا، او تو بريك يعني النهارده بس مش هصوم، يوقف صيام يعني مثلا ما يكملش اذا حصل سيفير هايبو او هايبر جلايسيميا. السبيشال بوبوليشن هم حاطين في الدار ثلاثه، تايب 1 دايابيتس والالدرلي والبريجنسي. التايب 1 دايابيتس قال لك برضه it is advised not to fast، خلي بالكم الجمله advised not to fast مش كونترا انديكيتد،
يعني انت بتقبل وبتشوف بتوزن اللي عيان كتير قوي من عينينا كلنا بتشوفهم تايب 1 وما شاء الله بيصوموا والكنترول بتشرح له ازاي البيزل بوليسي غيره وامتى يوقف الصيام يعني لو يوميها تعب جدا. فمحتاج طبعا بلاد شوجر دي اهم حاجه. بقول لعينين انت ما بتسوق عربيه ما تغميش عينك وانت بتسوق السكر لازم عينك مفتوحه لازم تقيس السكر وده حتى بالجهاز العادي مش شرط اللي الفري ستايل ليبري 1 و 2 وهكذا. طبعا ميديكال سوبرفيجن از فيري امبورتنت وخلوا بالكم من هايبوغلاسيميا اويرنس ان في تايب 1 ما بيحسش بالهايبوغلاسيميا هو ده اللي انت تقول له لا ده هتعمل ال 7 بوينت اللي هنقول عليها. فالالدرلي زي ما قلت لك الالدرلي ان جود شيب من غير كوموربيديتيز من غير كوجنيتيف فانكشن طبعا از رازر سيف. لكن لو في ديمنشا وحاجات طبعا مش هتقدر الا واحد متابعه كويس جدا جدا. البريجننت وومن احنا اتكلمنا عليها الناس اللي هم بياخدوا طبعا مالتيبل دوز اوف انسولين مش مستحب او از رازر سيف. لكن الماشين على الدايت ممكن ايه they continue as long as you are avoiding hyperglycemia. يعني hyperglycemia ده قلنا بتضرش المذر بتضر بس بتضر البيبي with different problems. طبعا ال كان باك لل IDF دار ان هم اخذوا طبعا from the religious وده طبعا لازم ياخذوا الموافقه هم دول حاطين هم في الموافقه بتاع مفتي الديار في جمهوريه مصر العربيه الحبيبه. ففي الاخر انا يعني بنحط ان انت سيفر فاستنج تمشي ثلاث خطوات بري رمضان ميديكال اسسمنت وادوكيشن مانجمنت اوبيتسي اللي هنتكلم عليه الزملاء في الاربع توكس الجايين وسيفر فاستنج مهم قوي سيفر طبعا بعد الفطار قبل السحور بعد السحور ونقطة أدميت نايت مش قبل الليل ونقطة ظهر ونقطة الساعة 4 العصر قبل يعني بين اللي إيه الظهر وبين اللي إيه وقت المغرب. فهم دول ال 7 بوينتس. طبعا مش كل عين هيعمل 7 بوينتس جايز 7 بوينتس في عين تايب 1 عاوز يمشي مظبوط لكن التايب 2 لا عادة احنا بنستعمل اتليست ثلاثة يعني تقول العين تعمل مرة. انا شخصيا بقول لهم قبل يعني على المغرب قبل الفطار وبعد الفطار بالذات وبعد السحور تشوف الدنيا ايه ومره في النص مره في النص مش شرط يعمل كل يوم يعني لما تيجي عين النهارده يعمل 2 بوينتس بكره يعمل 2 بوينتس بديفرنت ايديز طريقه كده بنتحايل على المريض. طبعا الشعب ان هو يشك نفسه لو عنده الجهاز ده سهله يعمل 300 مره لكن يشك نفسه 7 مرات وكل يوم فانت بتقول له مثلا مرتين النهارده بيفور المغرب وافتر المغرب وبكره مثلا كذا وهكذا ياخد خريطه عامه واتس جوينج اون عشان يغير او الفيزيشن يساعده ان هو يغير. طبعا الفلويد يشرب بلنتي اوف فلويد الفيزيكال اكتيفيتي لو عمل فيزيكال اكتيفيتي جامده ما يعملهاش في وقت يعني يعملها في ناس كتير بتاع ماتشات كوره قبل الفطار وبيعملوا بيبقوا فيري ويل بس في الدايبيتس يخلوا باله ان هو على الاقل يقيس السكر. الاساس اوف ميديكيشن هنسمع عنها ان وين تو بريك ذا فاست احنا قلنا الرقم 70 و300 والريكوجنيشن اوف هايبوغلايسيميا. طبعا في نهايه المقدمه اللي بقولها مقدمه اللي هي بتعمل برين ستورمنج عشان احنا بقيه التوكس تبقى دسكشن مفيده مش شرط احنا كلنا نوافق على فكره على السكورينج سيستم لو اتحطن في بعض الزملاء الاكسبرت في مصر مش موافقين ولكن ده جايد على الاقل للبي سي بي برايمري كير فيزيشن ان هو تساعدهم. طبعا ذير از انتنس ديزاير تو بارتيسيبيت رمضان دي حاجه طبعا بديهيه واحنا بنشجع الناس كلها. الريسك قلناها اللي هي هايبو وهايبر ودي كي اي ودي هايدريشن. الفيزيشن كاتيفيكيشن او ريسك فاري فروم وان فيزيشن تو ذا اذر فدي مهمه ان يبقى في عشان كده هم حطوا الريسك كاتيفيكيشن ابروتش اللي هو السكور والجايد لاينز بتاعتهم كان فيها باك اب من الريليجيوس اوبينيون في مصر
البيشنت بقى اللي هو مصمم على الصيام، طبعا انت مش هتقيت تقول له ما تجيليش تاني، الكلام ده هجس، مش حاجه اسمها ما تجيليش تاني، مش حاجه اسمها كده. زي اللي يقول لعيان بيدخن مثلا تقول له لو ما دخنت ما تجيليش تاني، ساعات واحنا بنقول كده لو دخنت ما تجيليش تاني، هو صح، لكن يعني تقول له لو دخنت ما تجيليش تاني مش، فنفس الشيء يعني انت ما تقولوش كونتر انديكيتد، ده بتساعد ايه تديله له ادفايس وتهلب هيم. البيشنت ويز تايب 1 دي سبيشال بوبوليشن، الالدرلي ويز فريليتي او البريجننت وومن، لازم نخلي بالنا ونشوف الداتا اخبارها ايه قبل ما تديله الايه البروبر ادفايس. في النهايه انا بشكر حضراتكم كلكم ووش سيف رمضان فور اور بيشنت ويز دايابيتس، نحاول نساعدهم قد ما نقدر، ومش بس كده ندي الادفايس ده للجونيورز بتاع حضراتكم ان انت حاول تو امبلمنت الراذر جايد لاينز، والجايد لاينز طبعا بتساعد، لكن لازم الفيزيشن طبعا له رايه له بصمته. وبشكر حضراتكم.